احييكم مع انطلاقة شوطنا السابع المخصص للجعدان لفية المحليات الأصايل من هنا من عاصمة الميادين عاصمة الملايين لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، حيث انطلق هذا الشوط بأمال كبيرة من ضمن الملاك والمتابعين دائما لهذه الانطلاقات المميزة هنا. تمنياتنا بالتوفيق لكافة المشاركين هنا لهذا الانطلاق المميز. مباشرة نسير إلى المقدمة في هذه اللحظات وفي هذا المسار وفي هذا الانطلاق الأول هنا، والصدارة والمقدمة هذا هو الشاب محمد بن ناصر آل بريك يتقدم على البداية الأولى على الصدارة الأولى، النقلة إلى المركز الثاني، الوصول والتقدم في هذه اللحظات من الجانب الآخر. تقدم هنا من أيضا قدام يتقدم هناك ايضا شعار بطي بن غانم بن علي بن إيداه المنصوري الذي يقدم لنا ايضا هذه الانطلاقة، بينما المركز الثالث الوصول والتقدم هنا هذا هو والم مسلم بن علي بن دري المنصوري يتقدم شعار بو علي هنا، بينما المركز الرابع وصول وتقدم مشكور سالم بن علي بن هياي المنصوري وصل راعي افعال ويقدم لنا انطلاقة مشكور، بينما المركز الخامس الوصول هنا التقدم في هذه اللحظات الوصول من العابر جمال بن راشد بن كاسب المسافري، والمركز السادس وصول من عديم سعيد بن سلطان بن حمد بالأصلية الشامسي، وهنا أيضا تقدم في هذه اللحظات وصل ملهم حامد بن مصبح بن خميس النيادي هنا في هذا الانطلاق وفي هذا المسار الجميل. جميل، هكذا انطلاقاتنا، هكذا تحدياتنا. أعود إلى مقدمة هذا الشوط، يا سلام يا سلام على البداية على الصدارة هنا. الله، هناك أيضا شعار بن دري يتقدم هنا على البداية الأولى، الشعار الختماوي يأتي هنا بهذا الانطلاق، انطلاقة والم وتحديات والم وإثارة والم. المركز الثاني عديم اللي خذ المركز الثاني في هذه اللحظات سعيد بن سلطان بن حمد بالأصلي الشامسي، بينما المركز الثالث هذا هو مشكور سالم بن علي بن هياي المنصوري، والمركز الرابع القادم هنا شاب محمد بن ناصر آل بريك يتقدم هنا في هذه اللحظات وفي هذا المسار. انطلاقاتنا وتحدياتنا دائما مميزة هنا في عاصمة الميادين هنا في ميدان الوثبة، ولكن البداية هنا نعود إلى الصدارة الأولى في هذه اللحظات في هذا المسار، حيث بدأ الاندفاع، بدأت التحديات المثيرة والانطلاقات المميزة من قدم هنا. هذا الشعار الذي بدأ بالتقدم شعارك يا بالأصلية الشامسي القادم من العين، بينما هنا القادم شعار بن دري اللي احتل المركز الثاني، وهناك عديم 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 سعيد بن سلطان بن حمد بالأصلية الشامسي صاحب العوايد صاحب الإنجازات على المقدمة هنا، صاحب الرمز في العام الماضي في ميدان التحدي في ميدان الشحانية يتقدم هنا 27 ثانية. مشكور يا الحبسي على هذه المعلومة، الكيلو متر الأخير، ها هو صاحب الرمز، هذا هو صاحب العوايد يتقدم هنا، وليس بغريب هنا عندما يتقدم هذه النوعيات المطلوبة دائما في عالم سباقات الهجن. وراعي العوايد ما يخلي عوايده شكل مميز، أداء جميل هنا على الصدارة واسم جميل هنا. الله يا عديم، الله يا عديم، هذا هو عديم على البداية الأولى.
مع المركز الأول في هذا الانطلاق، حيث بدأ الانطلاق هنا في هذا المسار الجميل. الله يا أبو سلطان، الله يا أبو سلطان، هنا يا سلام يا سلام، العين العين، دار الزين هنا، الناموس عيناوي هنا، بانطلاقة عديم وتحديات عديم وجمهور عديم الذي يساير هنا بكل أمال في هذا الموسم هنا باختطاف الرمز الثاني إن شاء الله في هذا الموسم. والعصافة الأبطان، العصافة الأبطان، سلالة محلية، سلالة محلية 100%. هناك أيضا على المقدمة هنا سلام يا العين، سلام سلام يا عديم، سلام مشكور يا الشامسي، فلله درك على تقديم هذه النوعيات المطلوبة دائما في عالم سباقات الهجن من عاصمة الميادين إلى العين. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، لحظات الوصول والعبور إلى المركز الثاني هنا القادم والمتقدم شعار بن دري هنا الواصل مع والم سالم بن علي بن دري المنصوري. المركز الثالث مشكور سالم بن علي بن هياي المنصوري. والمركز الرابع هناك أيضا وصول وتقدم من جدير محمد بن صالح بن علي الحميري. والمركز الخامس هذا هو أيضا البروفيسور عبد الله بن علي بن عبيد الشامسي. هكذا مشاهدينا متابعين الكرام أعود إلى التوقيت الزمني، لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية، التوقيت الزمني لهذه الانطلاقة والتحديات الجميلة هنا. توقيتنا الزمني 6 دقائق. التوقيت الزمني هناك أيضا مشاهدينا متابعين الكرام توقيت عديم سعيد بن سلطان بن حمد بالأصلي الشامسي هنا في هذا على انطلاق 6 دقائق 3 ثواني بالوفاء والتمامي والكمال، ويسجل التوقيت الأفضل والعصا فالأبطان هنا أيضا. أعزائي المشاهدين هنا أيضا تهانينا والناموس. المركز الثاني هنا مشاهدينا متابعين الكرام 6 دقائق 14 ثانية 3 أجزاء من الثانية كان من نصيب والم سالم بن علي بن دري المنصوري، بينما المركز الثالث هنا أيضا مشكور سالم بن علي بن هياي المنصوري بتوقيت زمني مقدار 6 دقائق 14 ثانية و6 أجزاء من الثانية. فتهانينا والناموس لكل الفريق.